ننتقل إلى مؤتمر صحفي آخر هو للدكتور هشام عرفات وزير النقل، وهذا المؤتمر يخص خطة هيئة سكك الحديد لتكثيف أعمال الصيانة في خطوطها وعرباتها، فإلى فعاليات هذا المؤتمر. تحب تقول للشيخ السيد حاجة قبل ما نبتدي نتكلم؟ أشرف دكتور عمرو. الحادثة بتاعت البحيرة حصلت كلكم حضرتك عارفين اللي هي عملت انستيجيشن للموضوع بتاع اللجنه دهوت، وابتدينا على طول نشتغل في ضوءها. لقينا حاجه لطيفه قوي. النهارده لو قارنا بسنه 1960 عدد الرحلات اللي بتقوم بيها السكه الحديد حاليا مقارنه ب 1960، هتجد ان احنا السنه دي في 2017 يعني كنا بنطلع 900 رحله يوميا. 900 رحلة. احنا بنطلع 900 رحلة يوميا. مش 900 قطر. لا 900 رحلة. في فرق كبير قوي ما بين القطر والرحلة. زمان في سنة 60 احنا كنا بنطلع حوالي 600 رحلة يوميا شاملة، نقطة مهمة جدا بقى، شاملة الخط بتاع حلوان المرج اللي هو قلب مترو أنفاق. اللي هو قلب مترو أنفاق. فالرحلات بتاعت هذا الخط لوحده كانت تقريبا قد ايه؟ لو الناس يعني القدام في السكه الحديد يعرفوا، انا حقيقه سالت السؤال ده، يعني في ناس اللي يقول لي التلت تقريبا، يعني التلت ال 600 رحله دول كان منهم الرحلات اللي هي باك اند فورث رايحه حلوان جايه من المرج، اللي هو اتحول دلوقتي الى مترو انفاق. يعني تقريبا لو احنا قلنا التلت كان يعني اتبقى التلتين، يعني تقريبا 400 رحله يوميه، احنا النهارده بنتكلم على 900 رحله يوميه. طيب هل ال 900 رحله يوميه دول اتعملوا على شبكه زادت ولا نفس الشبكه وطول الشبكه وجدنا ان نفس طول الشبكه ما اختلفتش خالص. لو قارنا سنه 60 بسنه 2017 لقينا نفس الشبكه هي اللي هم في ازدواجات حصلت بقى. يعني عشان نكون صراحه في ازدواجات حصلت زي من اسيوط لحد اسوان كان ده تم ازدواجه. عندنا في بعض الخطوط في بحري برضو تم ازدواجها. انما هل في شبكات جديده اتعملت؟ لا مفيش. يبقى اذا النهارده احنا بنتكلم على رحلات تقريبا تضاعفت، مش تقريبا هي فعلا تضاعفت مقارنه بزمان على نفس طول الشبكه. طيب دي نتج عنها ايه؟ نتج عنها ان عندنا في فوليوم على الكاباسيتي بنسميها او الحجم الحركه على الطاقه الاستيعابيه بتاعت الخط زادت عن واحد، وصلت في بعض الاحيان الى 1.4، والمهندس اشرف يقول لنا ان في بعض الخطوط كمان عنده وصلت لواحد ونص، بالذات اللي هو الخط اللي هو بتاع القاهره المنيا، ده اخطر واسحب خط عندنا في السكه الحديد. طيب هل ده تاثيره ايه على الامان؟ طبعا تاثيره كبير جدا على الامان. ليه تاثيره كبير جدا على الامان؟ لان الكلام ده احنا بنتكلم على مدار من سنه 60 للنهارده على فكره، مش احنا ما بنتكلمش على في بس احنا لازم يعني نشوف مشاكلنا ايه ونواجهها بكل شجاعه. لو احنا عايزين هذا المرفق يستمر فعلا في خدمه المواطن الغلبان بامان، احنا عندنا زي ما احنا قلنا قبل كده احنا عندنا محددات للسكه الحديد، عندنا او اهداف في استراتيجيك جولز يعني او اهداف استراتيجيه. من ضمن الاهداف الاستراتيجيه عندنا في السكه الحديد الامان ثم الامان ثم الامان. وبعد كده بنبص على دقة المواعيد وراحة الراكب. ده الأولويات اللي عندنا، يعني عندنا المفروض ثلاث إيه؟ ثلاث أولويات هي الأمان وبعد كده دقة المواعيد وبعد كده راحة الإيه؟ الراكب. طيب إحنا النهارده عندنا في صدد إحنا مشكلة نواجهها إزاي؟ وإحنا عندنا عدد رحلات وضغط شديد جدا على الشبكة. في ظل بقى دي الأهم بالنسبة لي، في ظل بنية أساسية لم يتم تطويرها أو لم يتم تحديثها بحيث إنها تستوعب الزيادة دي. طب يستوعب يعني ايه تحديثها يعني ايه يعني ما هو يعني ايه تحديثها عشان الراجل الشارع العادي يتخيل احنا نقصد ايه. احنا بنتكلم على نظام اشارات لازم يكون نظام حديث ان هو يستوعب الضغط الرهيب جدا في الترافيك او في الحركه المروريه. بنتكلم على تجديد قضبان، لازم القضبان اللي هي اللي طبعا اي حد مهندس بيعرف ان القضيب الفانكشن او اللايف تايم بتاع القضيب او العمر الافتراضي بتاع القضيب
مفروض علاقة في عدد الرحلات اللي بتمشي على القضيب. زي الأسفلت اللي في الشارع، النهاردة الأسفلت اللي في الشارع ده هو النهاردة لو أسفلت لو طريق عليه أسفلت عالي بيحتاج صيانة أسرع بكتير جدا من الطريق اللي عليه أسفلت إيه قليل، ولو أسفلت عليه حركة نقل تقيل غير أسفلت عليه حركة نقل إيه خفيف. كذلك السكة الحديد، كذلك السكة الحديد. فإذا إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، إحنا عندنا قضبان يعني قديمة جدا من أيام، يمكن مش عايز يمكن المهندس خالد يقول لنا أنت عندك قضبان من سنة كام يا أستاذ خالد؟ ما اتغيرتش من أيام الإنجليز، يعني في خطوط عندنا من أيام الإنجليز لم يتم تغييرها. طيب الأهم من كده عندنا الإشارات، لما يكون عندنا إشارات مازال إحنا عندنا 85% حقيقة، هما بيقولوا 85% هي مش 85%، خلينا نتكلم بصراحة، إحنا عندنا الإشارات اللي عندنا مازالت كلها يا ميكانيكا يا إلكتروميكانيكال، الاثنين بالنسبة لنا أوبسليت في العالم كله. يعني انتوا دايما انتوا خدتوا ان دايما كان بيحصل ان 15% من الاشارات اشارات كهربيه. لا يا جماعه، هي مش اشارات كهربيه، هي اشارات الكترو ميكانيكال. احنا بنحولها دلوقتي الى اشارات الكترونيه. في فرق كبير جدا ما بين نظام ميكانيكي اللي هو بيعتمد على السيمافور ميكانيكي واجهزه ميكانيكيه بتتحكم في مسير القطارات، وفي عندنا اشارات الكترو ميكانيكال برضه بيبقى فيها هيومن ايرور، وعلى الرغم ان هو انت بتشوف ايه زي طريق اسكندريه بتشوف فيه يعني اشارات اخضر احمر اصفر، انما هل التحكم فيها ممتاز بيسمح بعدم وجود غلطه للهيومن او غلطه الاخطاء البشريه؟ لا، ما زال بيسمح، كان بيزال بيسمح. الكلام ده اتعمل في الثمانينات اللي هي القطاع ال 15% اللي احنا بنتكلم عليها دي. طيب احنا النهارده بنعمل ايه بقى عشان نواجه المشكله الكبيره دي؟ النهارده بنعمل اشارات، منظومه اشارات جديده تماما. عشان كده انا ضد كلام اللي احنا في ناس تقول اللي احنا بنعمل بتحدث الاشارات. لا، احنا مش بنحدث الاشارات، احنا بنستحدث اشارات. في فرق ما بين انت تحدث وتستحدث. تحدث يعني انت بتعمل حاجه موجوده عندك بتطورها، انما انت بتستحدث نظام جديد خالص. اشارات الكترونيه بنسميها الكترونيك انترلوكينج سيستم، اللي هو نظام ربط الكتروني. نظام ربط الكتروني ده السكه الحديد ما كانتش تعرفه طول عمرها. النهارده احنا بنشتغل فيها. طب فقد ايه بقى؟ احنا النهارده بنشتغل فيها من القاهره لاسكندريه، النهارده بنشتغل فيها من جيزه لبني سويف، بنشتغل فيها من بني سويف لاسيوط، ومن اسيوط لوجع حمادي، وعندنا خط مهم جدا كمان اللي هو بنها الزقازيق الاسماعيليه بورسعيد. اجمالي الخطوط ديت حوالي 750 كيلو، عندنا في كمان حوالي 180 كيلو ان شاء الله باذن الله اللي هو من نجع حمادي الى الاقصر، ده عن طريق قرض كوري. ده كل ده بنستحدث اشارات جديده بنظام حاجه اسمها ربط الكتروني. طب ايه الفرق؟ عشان حضراتكم برضو تعرفوا الفرق ما بين الاثنين دول. الفرق ما بين الاثنين دول اللي انت الربط الالكتروني ده لو لا قدر الله واحد حب يعمل عمليه تخريبيه تقدر بكل بساطه تعرف من على الكنترول ده بيعمل ايه وبيدي لك سيجنال. ده بالاضافه الى هيكون في اتصال كامل ما بين السواق والكنترول روم. يعني انا برضو احب، طالما انا يعني المهندس خالد موجود، انا احب برضو يدي حضراتكم فكره بعد المؤتمر عن الفرق ما بين نظام الاي اي اس سيستم اللي هو طبقا لحاجه اسمها سيفتي انتجريتي ليفل 4، ده اعلى نظام امان في العالم كله حاليا دلوقتي، احنا النهارده بنطبقه بقى لنا سنه ونص بفضل ربنا. طب المشاريع دي هتخلص خلال قد ايه؟ احنا عندنا القاهره اسكندريه هيخلص اجزاء كبيره جدا منه ان شاء الله في نص 2019، هيتبقى الجزء اللي هو من القاهره البنها ده هيخلص في 2020. عندنا اسيوط بني سويف ان شاء الله هينتهي على النص الثاني من 2019. عندنا الخط بتاع الزقازيق اللي بيتعمل، الزقازيق اسماعيليه بورسعيد اللي بنعمله مع شركه زيمنز الالمانيه، هينتهي ان شاء الله في شهر مارس 2020. اسيوط نجع حمادي احنا بنتكلم على بدايه 2021. فاحنا بنتكلم على اعمال مكلفه جدا، وهقول لكم التكلفه بتاعتها تقريبا قد ايه.
الخطورة بتاعت الأعمال دهيت أو الحساسية بتاعتها إن أنا بطور أو بستحدث أنظمة جديدة والقطر شغال. ولازم حضراتكم تحسوا بينا بقى في الحتة دي. يعني إزاي أنا بشتغل تحت استحداث نظام إشارات في منتهى الخطورة والقطر شغال. أنا ما بمنعش القطر إن هو يمشي على الخط. لا. إحنا النهاردة الخط بتاع القاهرة اسكندرية الناس كلها بتسافر اسكندرية ما زالت الحمد لله يومياً. وكل يوم او كل شهرين ثلاثة بنفتتح برج اشارات جديد. يعني لسه مخلصين ايتاي البارود من 6 شهور كنا مخلصين او من 7 شهور كنا مخلصين برج السبع. قبليها كنا مخلصين وسنا. ان شاء الله باذن الله كمان 3 4 شهور هتسمعوا عن كفر الزيات. بعدها 3 4 شهور هتلاقي طنطا. بعدها 3 4 وهكذا. يعني كل الفترة اللي جاية دي هتسمعوا كل تقريبا 3 شهور باذن الله برج اشارات بنظام الربط الالكتروني ده بيتعامل. بس بكرر ان الصعوبه كل الصعوبه النهارده يعني حضراتكم شفتوا طريق شبرا بنها طبعا وكل اللي عجب الحمد لله يعني الناس كلها. لا طبعا في فرق كبير جدا لما اعمل طريق في قلب الصح في منطقه زراعيه بعيد عن الطرق اللي قائمه اروح عامل نزعت ملكيه واروح عامل طريق صحيح بمواصفات عالميه زي ما انتم شفتوا. فرق كبير جدا من انا امسك خط قائم والقطر ماشي عليه واطوره. في فرق كبير جدا ما بين ده وده. ده طبعا هنا الخطوره عاليه وهنا محتاج حرص جامد جدا. حرص شديد جدا لان معظم الشغل بيتم في اوقات ما بنحاول ما يحصلش ديسربشن. ديسربشن يعني ايه؟ يعني تشتت لحركه القطارات واحنا شغالين. طيب ده بينتج عنها ايه؟ بينتج عنها ان المده الزمنيه اللي بيشتغل فيها المقاول بتطول. ما هو الراجل ما انا حاكمه. وبعدين الحاجه الثانيه اللي بتتطلب ان في بعض الاوقات بضطر اهدي السرعه. يعني السرعه بحط ريستريكشن او بحط قيود على السرعه. بدل ما كان بيمشي على 100 كيلو ولا 110 كيلو في الساعه، لا ده في حتت كتير قوي باجبره ان هو يمشي على 30 كيلو في الساعه. الكلام ده كله يا جماعه لازم يكون كل الكلام ده بوضوح شديد جدا بنقوله. احنا عندنا في القاهره اسكندريه وبني سويف اسيوط معظم التاخيرات بتتم نتيجه شغل الاشارات اللي بنعملها. طب هو شغل الاشارات ده هو في الاخر عشان مين؟ ما عشان امان المسير. احنا قلنا واحد ثم واحد ثم اثنين ثم ثلاثه امان ثم امان ثم امان. دول الاستراتيجيك جولز بتاعتنا يعني. طيب هل فقط الاشارات ده هي دي هتحقق امان واللي هي طبعا الاولويه القصوى؟ لا طبعا. ده مشاعر الاشارات دي هتخلينا نرفع السرعه. ليه بقى؟ اللي احنا النهارده لما نيجي نعمل نظام ربط الكتروني بنربط معاه نظام المزلقانات او المزلقانات اللي موجوده بترتبط كلها بارتباط واحد. يبقى الكنترول روم متحكم تماما في الحركه بتاعت اللي عندنا. في حاجه اسمها انا مش عايز اخش بس في يعني حاجات فنيه كتيره. احنا عندنا في حاجه اسمها ام تي بي او مين تكنيكال بيلدينجز او مباني فنيه رئيسيه على الخطوط. وبعدين عندنا في حاجه اسمها سي تي سي اللي هي ترافيك كنترول كامل، سنترال ترافيك كنترول كامل للخط. حضراتكم لو بتشوفوه دلوقتي في 6 اكتوبر وانت ماشي في 6 اكتوبر عند بابين رمسيس وغمره، لو بصيت كده يمين هتلاقي السي تي سي طالع حاليا دلوقتي لخط القاهره اسكندريه. بيتبني حاليا دلوقتي السي تي سي اللي هو المبنى اللي هو هيبقى التحكم المركزي للخط بالكامل. دي هتدي امان رهيب جدا فهتخلينا نعلي السرعه. طب هتخلينا نعلي السرعه ونعمل ايه كمان؟ نزود القطارات. يعني التقاطر بعد ما كان مثلا ربع ساعه النهارده ممكن نخليه 8 دقائق واحنا مش قلقانين ان يحصل حادثه ولا قلقان البنيه الاساسيه ولا قلقان التشغيل ان يحصل لا قدر الله اي مشكله في عندنا الهيومن ايرور او الاخطاء البشريه هتنخفض جدا. طيب هل معنى كده اللي احنا نقول مفيش 100% مفيش حوادث بعد ما هنعمل الانظمه دي؟ والله لو العالم كله قال كده يبقى انا مستعد اقول كده. العالم كله بيحصل عندهم برضه مزايد حوادث على الرغم من الانظمه العاليه جدا دي. يعني لسه طبعا حضراتكم عارفين ان امريكا حصل فيها حادثه كبيره من حوالي شهرين في ولايه واشنطن. قبلها بسنه ونص حصلت حادثه كبيره في المانيا. يعني اللي اقصده الحوادث وارده
بس هم عملوا اللي عليهم. ده اللي انا عايز اقوله، هم عملوا اللي عليهم، طوروا الانظمه بتاعتهم بحيث انها ما يحصلش حوادث. احنا لسه ما عملناش اللي علينا، او احنا شغالين دلوقتي بنعمل اللي علينا حاليا، اللي احنا بنشيل قضبان قديمه وبنعمل لها احلال. فمش معقول يا جماعه يجي القطر يقف عشان في قدامه قطر تجديدات سكه شغال والناس تبقى زعلانه ومتضايقه. طب ما انا اعمل ايه؟ ما احنا في الاخر لازم يعني لازم نعمل تطوير للشبكه بتاعتنا ونشيل القضبان القديمه. فالناس الحقيقه بتزمجر، والناس بلاقي في بعض الصحفيين يقولوا الخط. طب ما هو لازم يا جماعه هنعمل ايه؟ احنا عندنا 1200 كيلو متاخرات في تجديد السكه، هنسيبها؟ نسيبها يعني والناس لا قدر الله يحصل لها مشاكل؟ مش معقول. طيب النهارده احنا بنجدد الاشارات، طبعا في زي ما انا قلت لحضراتكم المده الزمنيه في بعض الاوقات بتزيد، وان كان الحمد لله النهارده وكلكم حضراتكم اكيد متابعين الشبكه، النهارده زمن الوصول اتحسن جدا جدا مقارنه بالسنه اللي فاتت. مفيش كلام. في تاخيرات؟ اه طبعا في تاخيرات. ما التاخيرات ناتجه من ايه؟ ناتجه ان الشبكه زحمه جدا، وفي نفس الوقت ان برضو في شغل على الشبكه، في شغل على الشبكه. النهارده انا رايح هنا هعدي على القطاع اللي هو من بين بني سويف لاسيوط، في كذا تهديه عشان شغل الاشارات. لازم نعملها ولا ما نعملهاش؟ لازم نعملها. النهارده في اراده سياسيه غير مسبوقه، النهارده في اراده سياسيه غير مسبوقه لتحديث السكه الحديد. مش هقول لتطوير، كلمه تطوير ديت انا رافضها. لتحديث، احنا بنحدد فعلا السكه الحديد. هتشوف سكه حديد ان شاء الله باذن الله كمان سنه ونص باذن الله جديده مختلفه عن اللي انتم بتشوفوها. في اراده قويه جدا، اراده من الحكومه غير مسبوق. النهارده من امتى حصل ان من 60 سنه ان حصل تطوير؟ سمعتوا عن تطوير اشارات؟ حد سمع عن تطوير اشارات؟ عن 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 النظام الربط الالكتروني ده؟ ما حدش سمع عنه قبل كده. كل اللي كان بيسمع عنه محطه بتتهد وبتتعمل لها رخام وتتعمل لها محطه شيك وبتاع، وبنرضي الراجل الشارع العادي ان هو بيركب في محطه شكلها مش بطال، انما في الاخر ما يركب القطر بيلاقي خدمه مش كويسه. أني ليه أولوية؟ المحطات ولا البنية الأساسية؟ دايما بنقول لما يكون عندي مبنى أساساته بايظة أصرف الفلوس بتاعتي في رخام في الشقة ولا أصلح بيه الأساسات والعمدان؟ ده اللي بنعمله، بنصلح بيه الأساسات والعمدان. بس في تكلفة، في تكلفة لازم كلنا نتحملها. التكلفة ده هي إيه بقى؟ التكلفة إن إحنا غصب عننا لازم نقلل الحركة التشغيل على الشبكة عشان الأمان، لازم نقللها. النهاردة لما يكون عندي 900 رحلة، لما أقلل 4% منها ولا حاجة. احنا شلنا 40 رحلة وأعلنناها من يومين، احنا شلنا 40 رحلة. 40 رحلة دي من 900 يعني تمثل كام؟ 4% ولا حاجة، عشان في الآخر نقدر نخلي 900 ده هي بعد سنتين نخليها 1200 رحلة. يعني انتوا فاهمين وصلت الرساله؟ النهارده لو كنا احنا بنشيل 4% فاحنا بنشيلها عشان نعمل نسرع في عمليه التحديث، نسرع في عمليه الاحلال والمودرنايزيشن بتاعنا، وفي نفس الوقت نحقق الامان اللي هو هدفنا. انا النهارده ما اقدرش افتح في شغل رهيب جدا في نظام اشارات ونظام تجديدات سكه وفي نفس الوقت عندي ترافيك تقيل. طيب هل ده بس المشكله اللي عندنا كانت؟ لا، عندنا مشكله اكبر. المشكله الاكبر تكمن في ان عندنا اسطول جرارات، والمهندس سامي عفيفي موجود اللي هو ماسك الصيانه، عندنا اسطول جرارات قديم. نسبته كام القديم ده؟ نسبته كام يا سامي بيه اللي عندك؟ الجرارات القديمه اللي عندك نسبتها كام؟ قولها. حوالي 80% من الجرارات اللي عندنا جرارات قديمه. قديمه يعني ايه؟ يعني من السبعينات. كنا لسه بنتكلم دلوقتي مع شركه فرنسيه بندرس معاها، ودي اعلنا عنها قبل كده، اللي هي تشغيل خط مترو الانفاق، الخط الثالث بتاع مترو الانفاق اللي احنا كنا مضينا مذكره التفاهم اثناء زياره سياده الرئيس في شهر اكتوبر اللي فات. كان عندنا النهارده بنتكلم معاهم، فبنقول لهم
انتوا عندكم اسطول في المترو الانفاق قديم بكام يعني؟ كل ما بتقول لحد ان عندك اسطول من السبعينات بيبص لك كده يعني نظره حقيقه يعني فيها احترام شديد جدا يعني، احترام والله. يعني ما احنا فقراء، احنا البلد فقيره، احنا مع حقيقه. اما يكون عندك 80% من السكه الحديد، من دارات السكه الحديد جايه من السبعينات، او اقصى تقدير 80، بقى لها 37 سنه او 32 سنه النهارده. طب ده معناته ايه؟ الجرارات اللي شغاله دي معناتها ان احنا ما بنصينش، ولا 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 الناس دي مهمله، ولا اصابها الاهمال؟ الجرار اللي بقى له 33 سنه ده حد سال سؤال الجرارات دي شغاله ازاي؟ طيب هل هي شغاله بكفاءه؟ لا طبعا، انا هكون صريح معاك، مش شغاله بكفاءه، مش شغاله بكفاءه. طيب احنا بنعمل ايه؟ بنعمل ايه عشان نصلحها؟ مجهود محدش يتخيله. انا وارجو من حضراتكم ان في ناس كانت زارتنا في التبين، وزارتنا في ارماس، وشافوا المجهود اللي بيتعمل سواء في السبتيه او في التبين او حتى وغيره وغيره. احنا عندنا برضه ورش ابو راضي للعربيات، برضه عندنا عربيات من اول السبعينات، ولا ايه يا باشمهندس اشرف؟ ها؟ عندنا في 1188 عربيه. يعني حضراتكم اعمار الجرارات اهي، لو حضرتك حبيتوا تبصوا عليها موجوده اهي. لو انا بصيت عندنا في 63 جرار عمرهم من 40 ل 45 سنه. عندنا 326 جرار عمرهم من 35 ل 40 سنه. على فكره الارقام اللي بقولها لكم دي مش موجوده في العالم. موجوده في جرار بيشتغل في المناوره، في الورشه، بيشتغل في ضواحي 20 كيلو ولا 30 كيلو، انما ما تشتغلش ابدا من اسوان لايه؟ للقاهره. ما تشتغلش على الطوال يعني. عندنا 114 جرار عمرهم من 30 ل 35 سنه. عندنا 36 جرار من 25 ل 30 سنه. عندنا 87 جرار من 20 ل 25 سنه. من 15 ل 20 سنه ما عندناش جرارات. يعني شوف قد ايه بقى، يعني شوف عندنا يعني معظم الجرارات عندنا من 25 سنه وانت طالع. تمام؟ عندنا حقيقه 122 جرار اللي هم جم بقى لهم من 10 سنين، وكلكم عارفين قصتهم ايه؟ اللي هم ال 81 جرار اللي هم بتوع جم من جنرال الكتريك، وال 40 جرار اللي هم جم من شركه EMD، ما بيشتغلوش بكفاءه عاليه نتيجه خطا في العقد. يعني مش خطا، مش هنسميه خطا، الناس ما عملتش من 10 سنين ما عملتش عقد الصيانه. هي وجبت الجرار بس ما عملتش عقد ايه؟ عقد ما عملتش حاجه اسمها سيرفيس اجريمنت او سيرفيس مانجمنت اجريمنت، اللي هو عقد صيانه. لازم كان يتعمل SMA، عقد الصيانه ده مهم جدا، عشان الجرارات اللي جايه دي اللي جت دي كلها من 10 سنين دي جرارات كلها كانت سوفيستيكيتد، او جرارات التكنولوجي بتاعتها مختلفه عن الجرارات اللي كانت بتيجي في السبعينات. عندنا الورش عندنا في السبعينات، الجرارات السبعينات عندنا ما شاء الله المهندسين بتوعنا وعمالنا الرجاله بكل بساطه النهارده لو جرار سكراب يعرف يقومه، واللي مش مصدق يروح يتفرج في ارماس او يشوف في التبيه او الفرز، يشوف ناس فعلا جرارات القديمه بنعرف نعملها كويس قوي. انما الجرارات اللي هي كانت جت من 10 سنين دي كلها كمبيوترايزد، ما عندهمش الخبره فيها، فطبعا لما وانت ما عندكش ما عملتش عقد صيانه، فبالتبعيه الجرارات ديت ايه؟ توقفت على حاجات ايه؟ عبيطه. احنا الحمد لله صلحنا لهذا الخطا، وعملنا عقد جديد للصيانه بتاعت الكلام دوت مع استخدام جرارات جديده. فدي ان شاء الله احنا حليناها يعني الموضوع ده. فاللي اقصده احنا من اجمالي هذه الجرارات ما عندناش غير 122 جرار فقط اللي هم الحديث، الباقي كله ايه؟ قديم بنسبه حوالي 78%. 78%. طيب العربيات بقى للاسف يعني اضل يعني من الجرارات كمان يعني. عندنا في عربيات 24 عربيه بقى لهم 55 سنه شغالين. عندنا 161 عربيه بقى لهم 45 سنه شغالين. عندنا 822 عربيه بقى لهم 40 سنه، من 35 الى 40 سنه شغالين. عندنا 71 عربيه بقى لهم 30 سنه. ما عندناش ولا عربيه بقى لها 20 ل 25 سنه، عندنا عربيه واحده من 15 ل 20 سنه، واخد بال حضرتك؟
ما عندناش عربيات خالص جديده من 10 سنين، انا بتكلم على عربيات الضواحي. بتكلم على عربيات الضواحي اليو اي سي. اليو اي سي اللي هي النوع البوجي بتاعها مش جنز، طبعا في بعض الساده الصحفيين عارفين كويس قوي الفرق ما بين الجنز واليو اي سي، مش كده يا سعيد؟ في فرق كبير قوي بين ده وده. في اليو اي سي ده بواجي حقيقه يعني باجمالي 1118 عربيه، احنا عندنا تقريبا من 1118 عربيه دول ما فيش غير 82 عربيه اللي بقى لهم 15 سنه. الباقي كله من ال 1000 دول يعني عندنا 1100 عربيه تقريبا، 1100 عربيه عمرهم زايد عن 40 سنه. ودي برضو حاجات من الحاجات اللي هي ايه ريكوردز، دي حاجات دي ريكوردز يا جماعه لطيفه قوي، يعني عشان تكونوا حضرتك بس تعرفوا الوضع في السكه الحديد ايه. طيب حقيقه في عربيات حاجه اسمها عربيات مميزه، وانا يمكن قلتها قبل كده، هي الاسم مميزه انما هي ولا مميزه ولا حاجه خالص. معلش السكه الحديد يعني اول ما جيت بيقولوا لي عربيات مطوره وعربيات مميزه، هي ولا دي مطوره ولا دي مميزه، هو ده اسم بس عشان يفرقوها عن الستانلس ستيل العربيات المحترمه اللي جت من اول 2014 اللي هي لولاها بصراحه ال 212 عربيه دول اللي جم كنا كانت خدمه العربيات المكيفه في السكه حقيقة كانت تقريبا كانت شبه توقفت. وحقيقه انا بحيي هنا الوزراء القبليه المهندس هاني ضاحي، هو حقيقه اللي ابتداها ال 212 عربيه دول اللي هم جم ابتدينا نصنعهم في تقريبا يناير 2015 او ديسمبر 2014 بالتعاون مع الهيئه العربيه للتصنيع وشركه صينيه. طيب الكلام ده يقول ايه؟ يقول ان احنا عندنا اسطول برضو، اسطول الرولينج ستوكس او الوحدات المتحركه، اسطول متقدم جدا جدا. طيب انا ازود التقدم ده بالضغط على الشبكه؟ معقول؟ يعني انا النهارده عندي شبكه الفوليوم على الكاباسيتي او الحجم الحركه على السعه القصوى اكتر من واحد، وده في اي حد في الهندسه او في اي حد في التشغيل يقول يعني ايه، يعني يخلي راسه تلف، لان طبعا الضغط يعني عندك في ديماند او في طلب على النقل، طلب على النقل شديد جدا والسبلاي عندك قليل. والسبلاي ده قلنا قليل ليه؟ نتيجه تقادم البنيه الاساسيه اللي عندك دي بنحلها في الايه زي ما اتفقنا في تغيير القضبان، وبنحلها ب